آخر لحظة وفيها أنه طالع النائب الأول يعلن طي ملف مياه الشرب في ولاية القضارف. أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح أن مشكلة مياه القضارف التي أصبحت من أولويات مطالب أهل الولاية ستجد الدعم من الدولة لحلها جذريا إنفاذا لتوجيه رئيس الجمهورية. وترحم النائب الأول لرئيس الجمهورية على أرواح شهداء ولاية القضارف الذين استشهدوا في حادث سقوط الطائرة بمنطقة القدنبلية مؤخرا على رأسهم مرغني صالح والي الولاية السابق. مع الأيام أستاذ بكري تحولت مياه الشرب في القضارف إلى معضلة حقيقية، فهل آن الأوان لحل هذه المشكلة جذريا؟ والله شوف، أنا زرت هذه المشاريع في حياة الوالي السابق، ربنا يتقبله هو ومعه يعني، وكان المشاريع البنى التحتية لهذه المشاريع قد اكتملت بنسب كبيرة جدا يعني. بعد ذلك يعني تأخر المشروع شيئا ما بسبب التمويل، أيضا للأسف الأحداث الأخيرة في ولاية القضارف طالت هذه المشاريع والمواعين البنى التحتية بعد التخريب يعني. أنا أفتكر أنه البنية التحتية لهذه المشاريع الآن أقدر أقول أنها شبه مكتملة يعني. إذا ما حلت مسائل التمويل، أنا أفتكر أنه هذا ما يعنيه التعهد الرئاسي في هذا الأمر، أنا أفتكر أنه الباقي يعني الباقي سهل يعني. طبعا هو دي برضو واحدة من المفارغات، أنه نتكلم عن بنى تحتية يعني في خدمات زي المياه أو الكهرباء في واحدة من مدن السودان الكبرى يعني والثرية جدا يعني، المدينة الاقتصادية تكاد تكون الأولى في السودان. نحن نتكلم الآن في 2019 عن أنه هذه المدينة لا زالت تعاني من مشكلة مياه يعني، وتعلم أنه مشروع حصاد المياه الكاتم عن بيب ولاية القضارف تحديدا كان ممكن أن يوفر لهذه الولاية موسمين زراعيين يعني، بدل القضارف نحن نزرع في موسم الخريف فقط. إذا نجح مشروع حصاد المياه المتأخر جدا والذي يسير ببطء كبير خاصة في القضارف، كان ممكن أنه القضارف يكون فيها موسمين للزراعة يعني، مع حل مشكلة الشرب نهائيا يعني. المسؤولين يتحدثوا دائما عن مدينة القضارف وليس الولاية، أظن المشكلة عم من أن تكون في المدينة فقط. نعم، هي طبعا مشكلة في الولاية كلها، لكن ثقل الولاية موجودة في القضارف يعني، هي الحاضرة، هي الأكثر استعدادا للسكان يعني. أفتكر أنه هي مسألة التنمية محتاج أنه يكون فيها نوع من التوازن، نوع من المعادلات المطلوبة، لكن برضو أنت تراعي جانب السكان الأكثر يعني. بلا شك سيسهم مشروع علي عطبرة وستيت في حل المشكلة بشكل كبير، لكن هنالك مجموعة من الصعوبات متصلة بمدى جاهزية الولاية لتمديد الشبكات الداخلية وإنشاء محطات. هي طبعا التحديات تظل ماسة، زي ما قلت لك البنى التحتية لهذه المشاريع اكتملت. نحن لما مشينا زرنا هذه المشاريع فعلا كان الحديث عن الشبكة الداخلية بالنسبة للمدينة يعني، الشبكة الداخلية شبكة قديمة، والمحطات أصلا كانت محطات ذات ساعات محدودة وقديمة جدا. تظل التحديات ماسلة، ويمكن ده أنا ما عانيته بالحديث عن التمويل. التمويل سيحل مشكلة هذه الشبكات يعني. ظلت أحياء مدينة القضارف تشكو رغم بدء الضخ التجريبي لمياه الشرب من عمليات التوزيع بواسطة الهيئة، كيف يمكن معالجة هذا الوضع حتى لا يتكرر حوادث الاحتجاج من قبل سكان الأحياء العطشة؟ حد معلوماتي أنه جرى تعديل جزئي في الشبكة القديمة يعني، والضخ الجديد حيكون ضخ بمستويات عالية جدا. أنت معني أنك تعمل شبكة داخلية تواكب حجم الضخ الجديد، ويمكن برضو واحدة من إشكالاتنا في العمليات الهندسية في السودان كله إنه ننجز بعض الأجزاء من المشروع ونترك الأجزاء الأخرى، زي ما تلاحظ يمكن في طرق الخرطوم يعني. إحنا بتلقى مثلا وزارة زي وزارة الطرق تنشئ طريق معين داخل العاصمة، فبعد ذلك بيجي يكتشفوا إنه في إشكالية بتاعة خط مياه عبر لهذا الطريق، فتبدأ عمليات الترقيع وكسر الطريق وما إلى ذلك. محتاجين حقيقة لأننا نعمل عملية مكتملة الأركان، محطات جديدة، مواعين جديدة، تعني بالضرورة توفير شبكة حديثة وجديدة في أحياء القضارف كلها. هناك شكاوى بأن موضوع مياه الشرب ظل يستخدم ككرت انتخابي فيما هو موضوع خدمي بامتياز. للأسف نعم يعني، طبعا مياه القضارف إضافة يمكن إلى مياه بورسودان والعديد من الخدمات التي تطلبها العديد من المدن، ظلت هي كروت في الانتخابات، خاصة بالنسبة للانتخابات البرلمانية ظلت وعود يقدمها المترشحين للبرلمان تحديدا للقواعد في تلك المدن. لكن حقيقة التجارب كشفت أن هذه الوعود كلها
يعني تروح أدراج الرياح. نفتكر هي مسؤولية الجهاز التنفيذي وهي مسؤولية أخلاقية، ليس من المفترض أن ترتبط بأي شكل من الأشكال بالانتخابات أو غيرها من العمليات السياسية، هذا حق معنية به الدولة تجاه المواطن. أين ذهب مشروع زيرو عطش بالنسبة لكل السودان؟ حتى لا نتحدث عن ولايات القضارف فقط، بأنه ملف المياه ظل معضلة حقيقية، فأين بلغ هذا المشروع بالنسبة لكل ولايات السودان؟ هل هناك تقدم فيه؟ والله هو طبعا الحديث عن زيرو عطش يمكن هو نوع من الحلم المشروع، يعني مشروع للدولة ومشروع للمواطن، لكن هي نسبة أنا في تقديري فيها نوع من الحلم يعني الذي يفارق الواقع بشكل كبير. يعني الآن كبريات المدن في السودان تعاني من العطش، وأنا ضربت لك مثل بمدينة بور السودان، يمكن هناك تعهد رئاسي مكرر كل عام بحل مشكلة مياه مدينة بور السودان التي لا زالت تعاني من مشكلة حقيقية في مياه الشرب. كان هناك اتفاق ما بين المركز في الخرطوم الحكومة الاتحادية وما بين بعض الشركات، وتم تحديد مضرب المياه المفترض يطلع من منطقة العبيدية في ولاية نهر النيل وصولا إلى بور السودان، لكن الملف ده حقيقة تشوب العديد من الاستفهامات. يعني لا زال هذا الملف يعني خلينا نقول موجود في الأدراج وسط تساؤلات كثيرة جدا عن دور هذه الشركة في تعطيل هذا الملف. القضارف أيضا الآن تحدثنا عن مشكلتها، العديد من المدن الويد برضو عندها مشكلة في المياه، بارة برضو عندها مشكلة في المياه، كثير جدا حقيقة من المدن حتى 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 ولاية الخرطوم يعني في فصل الصيف تعاني من مشكلة في المياه. فالحديث عن زيرو هو حديث مطلوب، يعني إن شاء الله نقدر يعني إحنا نحقق. لا أين بلغ الآن حتى الآن تقريبا؟ والله يا أخي نفتكر إنه في مراحل الأولى، إذا كنا نتكلم عن زيرو خلينا نقول إحنا الآن في 1% يعني.